حالة صحية. سنطمئن على الأستاذة مريم شديد الناشطة المجتمعية وأيضا المصابة بالكورونا. أولا السلامة، كل السلامة لك أستاذة مريم، وأسعدت صباحا. يسعد صباحك. يسعد صباحك حبيبتي وفاء، ويسعد صباحكم جميعا تلفزيون الفجر. بتمنى السلامة للجميع إن شاء الله رب العالمين. بحب أطمنكم على نفسي، الحمد لله رب العالمين أنا بخير وصحة جيدة والمعنويات عالية بإذن رب العالمين إن شاء الله. الحمد لله، يعني بنتمنى لك السلامة، كل السلامة أستاذة مريم. لكن إحنا قبل قليل نوهنا أنه الإصابة نقلت لك بسبب مخالطتك لإحدى الزائرات، كانت قد طبعا أخواتنا الزائرات من العيزردة وثبتت إصابتها بالفيروس، يعني انتقال وعدوى وما إلى ذلك. لكن حدثينا أكثر عن تفاصيل ما بعد الاشتباه بالكورونا، ما الإجراءات التي قمت بها حتى يتسنى مرة أخرى للسادة المستمعين والمستمعات أن يستفيدوا من تجربتك في حال لا سمح الله حدث معهم مثل هذا الموقف؟ نعم عزيزتي، الحمد لله رب العالمين. بداية يعني كما يقول المثل، الحذر لا يلغي القدر. قد ما كنت حذرة جدا في من بداية الوباء لما اجتاح فلسطين، من تحقيم ومن عدم زيارات للناس وعدم خروج وعدم استقبال للزائرين، الحمد لله رب العالمين يعني عدينا الفترة السابقة كانت بأمان. لكن بالمرحلة الأخيرة اضطريت أني أحضر تدريب بناء على رغبة الزميلات المتدربات أن نكون إحنا في قاعة ونلتقي مع بعض، وعلما بإني كنت أنا يعني ماخذ احتياطاتي باستخدام الكمامة واستخدام المعقمات، إلى أنه سبحان الله العظيم يعني مش عارف كيف. أنا لسه يعني بحكي لكل الناس، لناس الحيطة والحظر، ما بتعرف كيف بدخل الفيروس لجسمك، ما بتعرف كيف الفيروس يعني بدخل للجسم. طبعا أنا أخذت التدريب، روحت، كان عندي شغل في البيت، اشتغلت هيك ما اختلطت في حدا نفس اليوم. ثاني يوم شاءت الظروف انه ساء وضع الصحي، طلعوني بالاسعاف على المستشفى الحكومي، ومن ثم للانعاش في مستشفى الزكاة. مكثت هناك يوم الخميس العصر بلغوني انه انا مخالطة لمصابة ولازم اني اعمل الفحص. نعم يعني تفضل استاذة مريم، يعني تم ابلاغك انك تعمل الفحص بسبب انه انت شعرت بالتعب، ممكن ببداية بعض الاعراض من الكورونا؟ لا، هي ما كان عندي اعراض من الكورونا بدايتها. انا كان عندي اني تهت في دواء، اخذت دواء لاخوي وتفاعل مع الدواء اللي اخذته انا وعمل عندي غيبوبي، هو كان دواء اعصاب ودواء خاص بشرايين القلب، يعني عمل عندي مشكله صحيه. أيوة. ما كان عندي اعراض الكورونا اول يوم. مجرد ما انهم بلغوني، طبعا حكيت للمستشفى، المستشفى بدهم يعملوا لي خروج، بديت انا بالخطوات الاحترازيه على اني انا انساني مصابه، لانه كل واحد منا لازم يعمل حسابه على انه انا مصاب وما بدي اعد غيري، والناس الثانيين بدي اعتبر انهم مصابين وبدهم يعدوني عشان اضل حذره في كل خطواتي. يعني لما الممرضه اجت بدها تشيل الابره من ايدي، حكيت لها اذا سمحتي جيبي لي كمامه قبل توصليني. نعم، حلو جميل. لبست الكمامه وجهزت حالي وطلعت من المستشفى مباشره على مركز الفحص في كتابه، رحت عملت الفحص وروحت على البيت. يعني أنا عندي أخوي مسن في البيت، قبل ما أوصل حكيت لدار أخوي الثانيين طلعوه وطلعوا دواء وكل إشي، أنا احتمال إني أكون مصابة ما بدي أختلط فيه. طلعوه من البيت، فتت على بيتي، ما خرجتش من بيتي نهائيا، كل الاحترام، حتى إني أتأكد من نتيجة الفحص. طبعا يوم الجمعة ما حكوا معي، يوم الجمعة العصر بدت عندي أعراض سخونة والتهاب الحلق، شوي وجع مفاصل. يوم السبت الظهر بطلت أتحمل، يعني حسيت حالي كثير تعبانة، حكيت لأخوي بدي أطلع أعمل الفحص كمان مرة، حكيت مع الدكتور إيهاب بالطب الوقائي، حكى لي لازم تيجي تعمل الفحص حتى لو عملتيه وطلعت النتيجة سلبية لازم ترجع تعمل الفحص. رجعت عملت الفحص، ثاني يوم الصبح حكوا معي إنه أنا النتيجة إيجابية. نعم. طبعا أنا ضليت محجورة في بيتي، إلا أنه فترة ما كنت في المستشفى أنا اختلطت في أختي واختلطت في أخوي اللي كامل من سيارة الإسعاف، اختلطت في
الدكاترة اللي عالجوني واللي كانوا حوالي وأنا طبعا ما كنتش عارفة شو الوضع نهائيا. طبعا طبعا لما سألني دكتور إيهاب إنه اختلطت بمين، قلت له احكي لي إذا كان نتيجتي إيجابية عشان أحكيك بالتفصيل الممل عشان تعطي التفاصيل. صحيح. لأني أنا ما بدي حدا يتضرر بسببي وينشر الوباء في بين الناس. حكى لي إنه نتيجتك إيجابية، بدأت له بالتفصيل أنا اختلطت بمين بالضبط يعني وشو صار معي والدكاترة بالتفصيل الممل. الحمد لله رب العالمين أعطيته الخرطة للناس اللي أنا خلطتهم. وهذا مهم جدا أستاذة مريم، هون بنوه للسادة المستمعين المستمعات إنه ما تخبوا تفاصيل، ما تفكروا إنكم تحموا حدا أو بتحموا أنفسكم لما بتقوموا بالتكتم على بعض المعلومات والتفاصيل، لأنه للأسف تفصيل صغير جدا ممكن بالنسبة لنا إحنا نمر عنه مرور الكرام أو نستتفه إنه نحكي فيه، بيكون ممكن هو مربط الفرس في الموضوع، ومهم جدا في هذه القضية. فمشكورة على وعيك وعلى إدراكك بأنه أزود الطواقم المختصة بكل التفاصيل المتعلقة بالخارطة الوبائية، يعني أعطت المعلومات وتم إجراء الفحص وما إلى ذلك وتبين الإصابة، تم نقلك مباشرة ما بعد ثبات إصابتك إلى مركز الحجر في الهلال، أم يعني فضلت البقاء في البيت في الحجر في البيت؟ إيه لا هي مباشرة يعني حكوا معي إنه إحنا أجوا عندي على البيت، عقموا البيت وحوالين البيت وعملوا فحوصات لأهلي وفحوصات في البلد، وحكوا لي إن بدنا ننقلك لمستشفى الهلال. قلت لهم تمام ما عنديش مشكلة، أنا أهم إشي ما ضلش في البيت، لأن إذا ضليت في البيت ما بقدر أمنع أخوي يجي يطل علي، أخوي عارف إني أنا مريضة بده يجي يوقف على الأقل على الباب يطل علي، ممكن إني أعديه، بدهم يجيبوا لي أكل، بدهم لا بديش أضل في البيت، بديش أعدي حدا، بدي اروح على المستشفى وين ما كان. يعني والله اجاني يمكن اقل شيء 15 اتصال، لا تروحيش على الهلال وليش تروحي على الحجر وخليكي في بيتك، لا انا بطلع من بيتي، وانا مع انه كل شخص مصاب يطلع من بيته او يعني ما يضل في البيت. نعم ما يضل في البيت نهائيا، حتى انه ما يعدي الناس اللي في البيت واللي حواليه. طلعت على المستشفى الحمد لله رب العالمين، مستشفى رائعين جدا والله، يعني اعتز وافتخر بفلسطين، لكن شعوري اني انا اشي غير فلسطين. انا شفت المستشفيات قبل اكثر من مره، نمت بالمستشفيات الحمد لله رب العالمين، اروع من هيك ناس الحمد ناس لله. بتضحي بحياتها يعني الدكتور 24 ساعه فاتح تلفونه، الدكتور عماد ما شاء الله، الدكتور عماد بلان انا يعني صحيح بروح بالشكر للدكتور أشرف شديد مدير المستشفى، الدكتور عماد بلان، الدكتورة شيماء، نعم ونوجه لهم احنا كمان تحدي الصباح عبد العزيز، أبو عسل، جميع الممرضات أبو عسل، الممرضات جميعهن الحمد لله رب العالمين. طب مريم يعني وجودك في مركز الحجر في الهلال 11 يوم، أنت اليوم صار لك صحيح؟ بالضبط اليوم 11 يوم ان شاء الله، ايام قليله ويا رب نتيجه الفحص تكون سليمه باذنه تعالى مع بعد قضاء ال 14 يوم. يعني احنا بنعرف الوضع النفسي والحاله، وخاصه بعد ثبات اصابه يعني شقيقك لاحقا وربما ايضا افراد من العائله، ونتمنى لهم السلامه كل السلامه. لكن مريم شو رسالتك للمستهترين بصراحه، للي انت انسانه واعيه مدركه يعني مشيت خطوة خطوة بالطريقة الصحيحة، لكن كمان مرة وخاصة هلا في حاليا احنا بنذكر هذا الخبر اللي ورد عبر إذاعة صوت فلسطين في هذه اللحظات، وبنذكر للأسف بالتأكيد بإصابة ممرضة مصابة بفيروس كورونا تعمل في مستشفى الوكالة في قلقيلية وهي من سكان مخيم طول الكرم. يعني احنا زي ما بنقول هنا تتبين، وسنستوضح التفاصيل ربما في الدقائق القادمة من الجهات المختصة، لكن إذا كانت بالفعل هذه الممرضة قد خالطت، ونحن نعلم في مخيم طول الكرم، نحن نعلم الازدحام، نحن نعلم الأعداد المهولة وما إلى ذلك، وبالتالي نتمنى السلامة كل السلامة لهذه الممرضة ولكل الطواقم الطبية. إجمالا رسالة الآن نسمعها منك أستاذة مريم شديد لكل المستمعين وكل من يحاول الاستهتار بالتعامل مع الكورونا، ماذا تقولين لهم؟ مبدئيا بحمد الله وبشكره، انا طلعت عشان ما عديش اهلي، لكن سبحان الله العظيم
احنا حاليا خمسة في المستشفى، اخوي واختي ومرت اخوي وابن اخوي. ربنا سبحانه وتعالى ينظرنا بعين الشفاء جميعا. الحمد لله رب العالمين، جميعنا مؤمنين بقدر الله وهذا مكتوب علينا، وان شاء الله انه ربنا سبحانه وتعالى بيجعله كفارة سيئات. انا بحب اوجه كلمة للناس، يا اهلنا ويا احبابنا، الوباء موجود، واللي بيحكوا انه هاي كلها مؤامرات، والناس اللي بتحكي الو استاذه مريم تفضلي، انهم بيسالوا شو اعطتنا السلطه عشان احنا نقول اننا مصابين بالكورونا. بقول لهم انا عندي مشروع، انا عندي مشروع، كان مشروع في الشهر يدخل لي 3000 شيكل. نعم، مستحيل يعني العاكل والمجنون يحكي ومثل كلها والعاكل يفكر. مستحيل انا اضحي بمشروعي ومستقبلي كلياته عشان انا اقول عندي كورونا. برافو عليكي، وهذا اللي احنا يعني بصراحة ومع الاحترام انا دائما بقول كل حدا فينا معرض للإصابة بالكورونا. انا بقول يعني ممكن انا، ممكن اي شخص اخر، لا سمح الله اي حدا من في مختلف المؤسسات، يعني اكيد مش رح اروح اعطل حالي 14 يوم واحجر حالي لانه هيك اجى عبالي، او لانه والله هذا عبارة عن مؤامرة وأنا بدي أشارك وأكون جزء من هذه المؤامرة. يعني مش رح أعطل حياتي بكل تفاصيلها. وهي الأستاذة مريم بالفعل مشروعها ومطبخها مطبخ اكتمال بالتأكيد، أو مريم شديد، اللي بتعملنا إشياء كتير زاكي في الإشياء الشعبية واللي معروفة عنها بأدائها الرائع والجودة الرائعة جدا. وإن شاء الله بترجع يا مريم وبتشتغلي هالإشياء الزاكي والزعترات، أهم إشي اللي بفحفح وهيك ريحتهم كتير طيبة، إن شاء الله بترجع وبتعمليهم. يعني مش رح تعطل الحالة يا جماعة الخير وتروح تطلع من بيتها 14 يوم لحتى انه بس هي تكون جزء مما يدعي انها مؤامرة. اجمالا مريم وأيضا للسادة المستمعين اليوم إن شاء الله بخصوص كافة المحجورات من النساء في الهلال الأحمر، ستقوم لجنة المرأة والعمل الاجتماعي بمشاركة الحركة النسوية لوقفة بعمل وقفة دعم ومساندة أمام الهلال من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا، كما أيضا نرجو من تلفزيون الفجر بتغطية الفعالية. وبالتأكيد التحية، كل التحية لكل المشاركات. صباح الخير همة الشنتير، وصباح صباح الخير أستاذة عفاف الزبدي، وصباح الخير لكل بالتأكيد دائما وأبدا اللواتي يدعمن المرأة ويقفن معها. أيضا مريم شديد، ورغم الإصابة من مركز الحجر الصحي في الهلال الأحمر، كل التحية لك وكل الثبات والمعنويات والروح القوية إن شاء الله، وكل التحية لك أيضا من الزميل معين شديد. هذه اللحظات يرسل لك الصباحات والتحيات، ومن الأستاذة همة الشنتير. شكرا مريم، وإن شاء الله أيام قليلة ستكون هي الفيصل لمغادرة مركز الحجر في الهلال الأحمر، لتعودي بصحة وعافية وإلى مطبخك وإلى مشروعك الرائع والجميل. ونتمنى السلامة، كل سلامة لكل المصابين والمصابات المتواجدين في مراكز الحجر، سواء في بيوتهم أو في مراكز الحجر المعتمدة. إذا نواصل المشوار مع حضراتكم.